مساء الخير، انا اسمي عمر مندور وان شاء الله هكون معاكم في ايفنت مهم جدا هيحصل يوم 1 ديسمبر وهو The Marketers League. دي الدورة الرابعة للماركترز ليج، وهي شايف ان هي دورة مهمة جدا وقد تكون مختلفة بعض الشيء عن الدورات السابقة، لانه هتتكلم على 2019 وشكلنا هيبقى عامل ازاي في 2019 كسوق. بتهيألي مصر بتواجه تحديات جامدة جدا في السوق في 2019، سواء ده كان على مستوى الـ Fast Moving Consumer Goods بصفة خاصة وعلى مستوى السوق بصفة عامة. والتحديات دي معظمها تحديات لها علاقة بالعملة والتضخم. هل هيبقى في راوند تانية من الانفليشن ولا لا؟ اسعار الطاقة، هل اسعار الطاقة هتفضل زي ما هي ولا لا؟ هل هتزيد ولا مش هتزيد؟ الانفليشن واسعار الطاقة بيبقى لهم مردود مباشر على كل الصناعات، وخاصة صناعة او قطاع المنتجات سريعة التداول، لان ده بيبقى له علاقة بالرو ماتيريال اللي الصناعات دي بتعتمد عليها. وللأسف واحدة من التحديات اللي بتواجه الصناعة دي انه 70-80% من الرو ماتيريال بتاعة الفاست موفينج كونسيومر جودز بنستوردها من بره، فبيحصل اكزوشن للعملة. وطبعا لو حصل زيادة في العملة فطبعا ده هيبقى له تأثير ومردود سيء. واحد من التحديات الأخرى هي المنافسة الإقليمية. الحقيقة الدول اللي حوالينا في هذا القطاع، قطاع المنتجات سريعة التداول، منتجاتها في ارتفاع دائم في الكواليتي وارتفاع دائم في الستاند وفي تطور دائم من حيث غزوها لأسواق جديدة، ودي منافسة قوية جدا للمنتج المصري. تحدي آخر بيواجهنا في 2019 هو هيبقى التحدي العامل البشري. هل المصريين التالنت المصري هتفضل موجودة ولا هتبدأ انها تترك السوق وتهجره وتروح ورا أسواق في حالة أفضل ولا لا؟ ولو خدنا المثلث ده، مثلث الرو ماتيريال اللي هو من وراء السبلاي تشين، ومثلث الحالة الاقتصادية والقطاع البشري كضلع ثالث، دي ثلاث أضلاع مهمة جدا بتقدر انها تكون داعم لأي شركة وداعم لأي منتج، أو بتكون عامل مثبت لأي منتج. ودي تحديات كتيرة جدا، وطبعا في تحديات أخرى سواء هنتكلم عليها في السيشن اللي انا هبقى اشرف ان انا اكون فيها او في سيشنز اخرى، كلها الحقيقه هتبقى انترستنج ديسكشنز، كلها تقدر تخلينا بريبيرد، نقدر نقول كده اكثر قدره في مواجهه ماذا سيحدث في 2019 او لا. فاتمنى ان انا اشوفكم كلكم هناك ونكون مع بعض يوم 1 ديسمبر في فندق هيلتون هليوبوليس إن شاء الله. شكراً.